أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم وأبرز ما ورد في المواقع الإخبارية والصحف العربية. وكالعادة البداية بالعناوين. ميليشيا الحوثي تعتقل المواطنين في مبنى الاتصالات بالضالع. موقع إخباري يتساءل، هل يعود مشروع إيران إلى الجنوب من نافذة السياسة بعد طرده من باب الحرب؟ وزارة إماراتية تضع شرطا جديدا لدخول فواكه اليمن إلى دبي. المدعي العام في الكاميرون يطالب بإعدام مراسل صحفي. أهلا بكم. يتساءل موقع بوست في صفحته الرئيسية، هل يعود مشروع إيران إلى جنوب اليمن من باب السياسة بعد هزيمته عسكريا؟ يريد الموقع رأي أحد المراقبين، والذي قال إن المشروع الإيراني عقب هزيمته عسكريا في جنوب اليمن أخذ منحا آخر يرى فيه أملا للعودة من باب السياسة هذه المرة، وأشار إلى أن المشروع الإيراني يحاول العودة إلى الجنوب بالفعل من باب السياسة عبر ثلاثة اتجاهات، منها الدفع برموز قيادية في الحراك موالية لإيران لتولي زمام السلطة في المحافظات الجنوبية. أما الثاني فهو الاتجاه لتصفية واغتيال القيادات الجنوبية المؤثرة والمعروفة بعدائها الشديد للمشروع الإيراني وتصدرها صفوف المقاومة، وتابع بالقول، البديل الثالث للمشروع الإيراني هو العمل على تأجيج الشارع وإثارة الرأي العام في الجنوب ضد الشرعية والتحالف العربي. يقول موقع المشاهد نت متحدثا عن المجتمع وواصفا ما تعرضت له الحياة الاجتماعية في اليمن، أن الأيام ستفاجئنا بما لم يكن متوقع، بحيث تنقلب صورة الحياة اليومية وأشكالها رأسا على عقب، فالبيوت العامرة صارت خرابا، والحدائق المزهرة صارت يبابا، والذكريات صارت سراب، ولا شيء غير الحرب تقرع طبولها. يضيف المشاهد، إذا كان القول إن الحياة مسرح كبير، فمن البديهي أن حياة اليمنيين في ظل الحرب القائمة هي المأساة بعينها، فلكل رجل حكايته، ولكل امرأة قصتها، ولكل طفل مغامراته ومعاناته. وصونا للحياة الأسرية التي كرس التقرير للحديث عنها، يؤكد عدد من الباحثين ومن بينهم الدكتور محمد با سلامة أستاذ علم الاجتماع في صنعاء، أهمية تضافر الوعي المجتمعي والعمل الجماعي والفردي لتلافي التفككات والانهيارات الأسرية القائمة، وتقديم المعونات والمساعدات اللازمة للأسر المنكوبة لتجاوز مشكلاتها، معتبرا الحرب حجر عثرة في طريق الأسرة وفي طريق تحقيق الأهداف الاجتماعية، وهي تدفع أعضاءها للتخلي عن واجباتهم وعن حماية أبنائهم. منذ ما يفوق العام، صلاح القاعدي في معتقل بصنعاء لا تجد أسرته طريقا إليه، ومؤخرا التقاه والده عند باب الزنزانة وتمكن من مصافحته. عبد الباسط القاعدي يكتب عن لحظة لقاء الأب بولده، السجين يكتب عن أخ له خلف القضبان بلا ذنب أو جريرة. اتصلت بوالدي المتواجد حاليا في صنعاء بغرض متابعة الإفراج عن أخي صلاح. بادرني بصوت مبحوح، زرت أخوك صلاح وطلبت من السجان السماح لي بضمه، وتابع باستغراب، لقد استجاب لطلبي. هي المرة الأولى منذ اختطاف صلاح في 28 من أغسطس من العام 2015 يضمه الوالد ويشم رائحته من بين كل المرات التي زاره فيها. يحدثني بجذل أنه احتضن صلاح واشتم رائحته التي قال إنها كالمسك، رغم أنه لم يتعرض للشمس منذ فترة طويلة. ظل صلاح مخفيا عدة أشهر، ومنع والدي من زيارته أكثر من مرة، وحين كان يسمح له بالزيارة كانت من خلف القضبان الحديدية. لم يرتكب صلاح جرما ما، ويشهد له كل من يعرفه بالاستقامة ودماثة الأخلاق، ومثله آلاف المختطفين، إذ تحولت المعتقلات في زمن الميليشيات إلى شهادة حسن سيرة وسلوك. حين يحكم المجرم والقاتل تكون الأمور معكوسة كما هو واقعنا اليوم. منذ أسبوعين وصل أبي البالغ من العمر 70 عاما ونيف
يجرجر آلامه وأماله في الإفراج عن ولده المختطف منذ 600 يوم. أخبرني بأن أحد المقربين من الحوثيين وعد بالإفراج عنه. أعرف مسبقاً أن هذا أبشع أنواع الكذب والارتزاق، لكني لم أرغب بكسر خاطر والدي المقعد منذ زمن بسبب الشلل. لم أرى الدموع في عيني والدي إلا منذ اختطف صلاح. قال لي قبل أسبوع: لم يبق من العمر سوى القليل، وخوفي من ألا ألقاك ولا أفرح بخروج أخيك من السجن يحيط بي من كل مكان. هذه المحاولة الخامسة، وكل مرة يظهر أحد الحوثة واعدا بالإفراج عن صلاح، وتستمر الوعود حتى ينضب الجيب، ثم ما يلبث أن ينسحب أو يختفي ويغلق تليفونه. لم يكتفي الحوثة والعفافيش بالاختطاف وما يتبعه من تعذيب وجرائم بحق المختطفين، بل تعدى الأمر إلى اللعب بمشاعر وعواطف أسرهم وأهاليهم وابتزازهم. لقد تحول الأمر إلى استرزاق رخيص وتجارة تقوم على استثمار أحزان وأوجاع اليمنيين. قامت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بمصادرة أدوية ومستلزمات الغسيل الكلوي الخاصة بمستشفى الثورة بتعز، يصف الوحدوي نت ما حدث بأنه جريمة تهدد حياة المئات من مرضى الفشل الكلوي. قال الموقع إن الميليشيات الانقلابية صادرت في منطقة الحوبان 1800 عبوة من محلول الغسيل الكلوي و10200 كيس من بيكربونات الصوديوم و200 فلتر خاص بتعقيم أجهزة الغسيل، رغم أن الشحنة مصرح بها. مصادرة هذه الأدوية كما يقول الوحدوي نت ينتج عنها وفاة عشرات الحالات من مرضى الفشل الكلوي المزمن والتي تخضع للغسيل بشكل مستمر. وفي ذات الموضوع قال موقع سبتمبر نت إن منظمات المجتمع المدني والحكومة اليمنية طالبت من منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن بالتدخل، ومطالبة الميليشيات بالإفراج عن القافلات الدوائية والإغاثية. كما طالبت الحكومة من الأمين العام تغيير منسق الشؤون الإنسانية جيمي ماكغوليدريك، متهمة إياه بالتحيز للميليشيات والخروج عن حدود مهامه. الموقع يضيف: الأمم المتحدة على لسان متحدثها كشفت عن البحث عن طرق بديلة لإدخال المساعدات والإمدادات الإغاثية. من جانبها سارعت الحكومة اليمنية على تأكيد جاهزية موانئ عدن والمكلا وتجهيز ميناء بري في مارب لاستقبال المواد الإغاثية القادمة من السعودية براً. ماذا عساي أقول والحسرة تملأ قلبي عليك يا عدن المدنية والسلام، يا طيب العشرة والقلوب الصافية على وجه المعمورة. هكذا بدأ أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في الاشتراكي نت، وقال في أجزاء منه: عدن لم تؤذي أحدا بل تأذت من الكثير، ما مبرر ما يحدث من حصار وعقاب بالخدمات العامة والمعيشية كلما برز تحسن في جزئية منها تسوء جزئية أخرى. شوارعها التي تعبق بروائح الفل والكاذي والريحان، وتسمع فيها نغم الداني الذي يملأ القلوب حباً وتسامحاً ممزوجاً بوطنية الأرض والإنسان، صارت اليوم تعبق بروائح البارود وغدت مرتعاً لبيع السلاح والذخيرة. عدن ضحية، وهي كانت دائماً سنداً وعوناً لمن يحكمها، ولا تعرف الشتات والتكتلات المناطقية والمذهبية وأمراء وقادة تنصبوا عنوة بالبندقية. عدن تكره الثأر ومن يرتدي الدين عباءة للسياسة. عدن لا تخضع للعنف ولا تستكين للظلم. عدن كبحرها ترفض العفن فلا تختبر صبرها. عدن طاقات وليدة متراكمة، إذا استثمرت جيدا في معركة المستقبل ستكون رافدا للتغيير والتحول ودولة المواطنة. هي كل أبنائها بطوائفهم وتوجهاتهم السياسية لا تلغي أحدا منهم، لقد اكتوت بنار الإقصاء والتهميش والإلغاء وظلم وتعسف الآخر، لن تقبل تكرار ماضيهم. عدن التعايش ثم التعايش، ولا شيء يعيق التعايش. الحذر من أن تختبر عدن لهدف آخر صغير وأناني وضيق، لن تكون غير بركان هائج لن يحتمل المزيد من الضغط لينفجر في وجه البغاة، ولنا في التاريخ عبر يا أولي الألباب. ماذا تريد ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح من اعتقال 20 مواطنا في جبن الضالع
يقول موقع الصحوة نت بأن مطالب الميليشيا هو الحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عن المعتقلين. وأفاد سكان محليون للصحوة نت أن ميليشيات الحوثي وصالح ما زالت مستمرة لليوم الثاني بحملة اعتقالات عشوائية في مدينة جبن شمال الضالع. ويقول الموقع إن الميليشيا تخبئ المعتقلين في مبنى المواصلات بالمدينة، والذي أصبحت تتخذ منه سجنا كبيرا لأبناء المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن الأهالي ذهبوا للمطالبة بإطلاق أقربائهم، وتفاجأوا بطلب الميليشيات لمبالغ باهظة، مهددة بإرسالهم إلى سجون الميليشيا بذمار ورداع. إزالة تنوع المجتمع وإلغاء الآخر هو السلوك الأبرز لدى ميليشيا الحوثي، وقد ذهبت الميليشيات إلى محاربة كل من يختلف معها ولو بمجرد فكرة. أكرم عياش قال لموقع الاشتراكي نت أنه جرى اعتقال أخيه وليد عياش وصديقه في نقطة أمنية أثناء دخولهم مدينة الحديدة، واقتادوهم إلى أماكن مجهولة. التهمة أن وليد من البهائيين المعروفين في اليمن منذ مئات السنين، والذين كانوا منخرطين في النسيج الاجتماعي اليمني. ووفقا لأكرم الذي تحدث للموقع، فإن عددا من الأفراد قاموا باقتحام منزل أحد البهائيين بالعاصمة صنعاء الأربعاء الماضي، وكسروا الباب وقاموا بالعبث بممتلكات المنزل وسرقة كل شيء حتى منظومة الطاقة الشمسية. من جهته قال مصدر مسؤول لدى البهائيين في تهاتف مع الاشتراكي نت إن عددا من البهائيين تلقوا اتصالا هاتفيا من عضو في النيابة الجزائية يطالبهم بالحضور للتحقيق معهم. مروان القسيمي، وهو المحامي الذي جرى توكيله من البهائيين لمتابعة قضيتهم، أكد للموقع أن الاعتقال واقتحام المنازل بهذه الطريقة التعسفية يتنافى مع كافة القوانين المحلية والدولية لحقوق الإنسان. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. عام على تحرير المكلا حضرموت تنهض والقاعدة يتراجع، عنوان لصحيفة العرب الجديد قالت فيه. تمر الذكرى السنوية الأولى لتحرير مدينة المكلا من قبضة تنظيم القاعدة وسط تطورات أمنية وعسكرية وتراجع لعمليات القاعدة. واستطاعت قوات عسكرية من أبنائها، كما تقول الصحيفة، من تحرير مدينة المكلا من قبضة تنظيم القاعدة في 24 إبريل 2016 بعدما أمضى عاما كاملا في حكم هذه المدينة، حيث استطاع التنظيم إقامة إمارة فيها وتحقيق مكاسب كبيرة، أبرزها حيازته أموالا طائلة من خلال استيلائه على فرع البنك المركزي وحصوله على إيرادات تقدر بالمليارات الريالات. بعد مرور عام على تحرير المكلا، تحققت مكاسب عسكرية وأمنية متعددة لمحافظة حضرموت، ويأتي في مقدمة الإنجازات ما شهدته المدينة من تحسن للوضع الأمني وتراجع عمليات تنظيم القاعدة وانحسار حضوره. وعلى المستوى التنموي، تسعى السلطة المحلية في محافظة حضرموت إلى الاستفادة من الإيرادات الضخمة في تحسين الخدمات العامة. وبين حين وآخر يعلن محافظ حضرموت مشاريع بمئات الملايين، على الرغم من تعرضها لانتقادات حول كيفية إقرارها وعدم الاعتماد على إعلان المناقصات. طلبت وزارة إماراتية من اليمن إرفاق شهادات لكل فاكهة تريد تصديرها إلى دولة الإمارات. ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، فإن وزارة التغير المناخي والبيئة طلبت إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لجميع أنواع الفواكه الواردة من اليمن تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتبارا من 15 من مايو المقبل. وقررت وزارة التغير المناخي والبيئة حظر دخول خضروات وفاكهة من 5 دول عربية، عازية السبب إلى وجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها. وأفادت الوزارة بأن نتائج الفحوص التي أجرتها في مختبراتها خلال الربع الأول من العام الجاري أثبتت وجود آثار متبقيات مبيدات في عدد من المحاصيل القادمة من مصر ولبنان والأردن وعمان واليمن.
حين تقهر الشعوب تحت هذا العنوان كتب راجي عمار مقاله المنشور في مدونة الجزيرة وقال في أجزاء من المقال: ينتابك الحزن وأنت تستعرض الأحداث الدامية التي تعرضت لها الشعوب العربية إبان ثورات الربيع العربي حين فكرت بكسر حاجز الصمت ضد أنظمتها القمعية التي تلبست عباءة العهر الديمقراطي. الجمهوريات الدكتاتورية التي استخدمت كل وسائل القمع والأجهزة البوليسية لكبت حريات وإرادات الشعوب العربية للبقاء في سدة الحكم وتوريثه لعقود من الزمن سلبت خلالها حريات وكرامة شعوبها. كسر حاجز الصمت والخنوع وانتفضت الشعوب في مطلع العام 2011 ابتداء من تونس ومصر مرورا بسوريا وليبيا واليمن بثورات ربيعية شبابية سلمية هزت عروش الطغاة ومرغت كرامة حكام الأنظمة الفاسدة في التراب، لكنها بذلك دفعت ولا تزال تدفع ثمنا باهظا في اقتلاع تلك الأنظمة المتجذرة في أعماق الأرض. ذات السلاح الذي تكدس في مخازن الأنظمة خلال الحقب الماضية تحول وبالا على الشعوب المغلوبة ويفتك بها من البر والبحر والجو، وهي التي كانت قد هللت وكبرت واستبشرت خيرا حين تم شراؤه على أساس حمايتها. بدا جليا على تلك الجيوش التي تحولت إلى ميليشيات بيد الحاكم العابث ممارستهم لعدوانية متصاعدة نحو من خرجوا ينشدون التغيير لتعصف بالجميع دونما مراعاة لأي وازع أو أدنى ضمير. فقط ثمة هدف وحيد يجمعها وهو استمرار ذات الحاكم على قمة هرم الغطرسة. جيوش لا تستند لأي قواعد معرفية حول وظائف الجيش ومهامه الأساسية، فقط حماية ذاتية الحاكم المطلقة باستثناء مصر وتونس نوعا ما. وفي الأخبار الدولية نورد خبرين من دولتين لصيقتين هما كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. ففي كوريا الجنوبية باحثون يطورون طريقة جديدة غير جراحية لعلاج السرطان، ووفقا لوكالة يونهاب فقد أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتخطيط المستقبلي أن فريقا من الباحثين قام بتطوير طريقة جديدة من استخدامات العلاج الضوئي BDT للقضاء على الخلايا السرطانية، مما يفتح المجال أمام مرضى السرطان لتلقي طريقة جديدة من أنواع معالجة الأمراض السرطانية. ويختص النظام BDT بتعريض عقار متعارف عليه إلى نوع معين من أشعة الطول الموجي للضوء، والتي تتم دراستها بشكل واسع باعتبارها أسلوبا مستقبليا للاستراتيجيات العلاجية دون التدخل الجراحي، والتي تستخدم لعلاج أمراض السرطان. أما العنوان القادم من كوريا الشمالية والذي أوردته صحيفة القدس العربي فيقول: إعلام كوريا الشمالية يهدد بإزالة الولايات المتحدة عن وجه الأرض. حذر موقع إلكتروني تابع لكوريا الشمالية من أن بيونغ يانغ ستمحو الولايات المتحدة عن وجه الأرض في حال أشعلت واشنطن حربا في شبه الجزيرة، في آخر تهديد من نوعه وسط تصاعد التوتر في المنطقة. تضيف الصحيفة: يعتقد أن بيونغ يانغ لا تزال بعيدة عن هدفها المتمثل بصناعة صاروخ قادر على بلوغ الأراضي الأمريكية، إلا أنها صعدت لهجتها خلال الأسابيع الماضية وأجرت تجربتين صاروخيتين هذا الشهر وحده. وأكدت سلسلة مقالات نشرتها صحيفة الحزب الحاكم الرسمية رودونغ سيمنون أن القوات الكورية الشمالية لن تخضع للتهديدات، ووصفت وصول مجموعة سفن قتالية أمريكية إلى المنطقة بأنه ابتزاز عسكري مكشوف. وأفادت أن تهديدا من هذا النوع قد يرعب قنديل بحر ولا يمكنه أن يؤثر في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. تتشابه أنظمة الاستبداد أينما كانت، فقد عنونت صحيفة الاتحاد خبرا قالت فيه: سجن مراسل إذاعة فرنسا الدولية 10 سنوات بالكاميرون. قالت التفاصيل إن محكمة عسكرية في الكاميرون أصدرت حكما بسجن مراسل لإذاعة فرنسا الدولية مدة 10 أعوام بسبب فشله في الإبلاغ عن أعمال إرهابية. واستنكرت منظمة العفو بسرعة هذا الحكم الصادر بحق
أحمد أبا الذي أدين أيضا بغسيل أموال عائدات أعمال إرهابية، وتم تغريمه ما يوازي 85 ألف يورو، ويواجه الصحفي أيضا إمكانية قضاء 5 أعوام إضافية في السجن في حال تخلفه عن الدفع، لكن فريق الدفاع عنه قال إنه سيستأنف الحكم. وطالب المدعي العام بالسجن المؤبد للمراسل الذي يعمل في خدمة إذاعة فرنسا الدولية باللغة الهاوسية، وكانت هناك مخاوف من أن يتم الحكم عليه بالإعدام. لا يمكن فهم حالة التفكك والتشظي التي تضرب المنطقة العربية الآن بدون التعرض لإخفاقات الدولة الوطنية التي قامت على أنقاض الدولة العثمانية. هكذا بدأ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية خليل العناني، مضيفا في مقاله المنشور في العربي الجديد: كما لا يمكن إيجاد مقاربة منطقية لتحول ظواهر هامشية وإن متطرفة مثل ظاهرة داعش إلى متن السياسة في العالم العربي من دون وضع ذلك في إطار الاستجابات المتنوعة لتلك الإخفاقات المتراكمة لهذه الدولة، وذلك ضمن أسباب أخرى ليس محلها هذا المقال. على مدار قرن ظنت النخب الحداثية العربية أن مجرد قيام دولة وطنية كفيل بتحقيق هدفين أساسيين: الاستقلال الوطني عن الاستعمار والخروج من تحت سيطرة الكولونيالية الغربية، وإنجاز التنمية والتحديث والخروج من الجهل والتخلف الذي فرضته حالة الجمود التي أصابت الدولة العثمانية خلال قرنيها الأخيرين بحسب وجهة نظرهم. الآن وبعد مرور قرن على قيام الدولة الوطنية الحديثة أو دولة ما بعد الاستقلال، كانت النتيجة هي الفشل التام في إنجاز أي من هدفيها الرئيسيين، ولم تلقى النخب العربية ابتداء لذلك التناقض الكامن في بنية هذين الهدفين. فكيف يمكن تحقيق استقلال وطني ناجز بالمعنيين السياسي والحضاري في الوقت الذي تقلد فيه ذلك المستعمرة من أجل تحقيق التنمية والتحديث؟ بكلمات أخرى، كان من العسير الجمع بين استقلال وطني وحضاري حقيقي من خلال تقليد مشروع تحديثي قائم بالأساس على استيراد ثقافة ومفردات تمثل خلاصة المنتج الحضاري لذلك المستعمر الذي حاولت الدولة العربية الاستقلال عنه، أو هكذا زعمت ولا تزال. تتميز الانتخابات الرئاسية الفرنسية بكثرة الأرقام والإحصاءات، وانتخابات العام 2017 لا تخالف هذه الحقيقة، حيث بلغ عدد الناخبين الفرنسيين الذين يحق لهم التصويت 47 مليون شخص تقريبا، وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات أكثر من 73%. وفي جولتنا المصورة ستتابعون بعض الصور من الانتخابات الفرنسية المنشورة في صحيفة العربي الجديد. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بألف خير.